بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من أجيال على الراديو 90-90 مع فاطمة مصطفى والدكتور محمد رفعت. بنكون مع حضراتكم كل يوم أربع من الساعة 12 للساعة 2. أجيال بنكون موجودين فيه معاكم كل أسبوع علشان نكلم حضراتكم في كل ما يتعلق بأطفالنا، وفي أوقات كتيرة بنروح ناحية الآباء والأمهات باعتبار أنه الأسرة وحدة واحدة متكاملة يكمل بعضها البعض. الجملة دي بتتقال في الميزانيات دايما كده، يقول لك اعتبار الميزانية السابقة وحدة واحدة يكمل بعضها البعض، بتتعمل في ميزانية الحاجات الفنية والحاجات دي كلها. فهي الأسرة كده طبعا، يعني الأسرة ميزانية إيه؟ لا، ده الأسرة دي هي يعني مركز الكون أو وحدة بناء الكون، يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نكون أسر علشان يفضل الكون عامر بالحياة. فأوقات كتيرة بتلاقونا بنروح ناحية حاجات تخصنا كلنا كأسرة، وفي أوقات أكثر هتلاقونا طبعا مركزين على أطفالنا اللي هم يعني قرة أعيننا بإذن الله. بفكركم ان الحلقة الاخيرة من كل شهر بتكون حلقة الاسئلة، وده احنا يعني معتادين على هذا من فترات طويلة. والنهاردة برضو بفكركم ان احنا الحلقة اللي فاتت عملنا حلقة، قدمت لحضراتكم حلقة مهمة جدا، ادعي انها مهمة قوي، كانت عن كيفية تحفيز جهاز المناعة. قلنا ازاي المناعة بتاعتنا دي بتشتغل وازاي نحفزها ونحفزها بايه. ممكن ترجعوا لها على فكرة على اليوتيوب او على الفيسبوك على حسابات الراديو 90-90 سواء بالعربي او باللغة الانجليزية. وقلت لحضراتكم في مقدمة الحلقة السابقة، قلت لكم ان شاء الله الحلقة الجاية هتكون عن تجربتي الشخصية مع الدور اللي ماشي، لان انا تجربتي الحقيقة مش يعني ذاتية، يعني ان انا بحب اتكلم عن نفسي لا سمح الله خالص، لكن انا اللي حصل معايا ان الدور خد اشكال متعددة واستمر فترة طويلة، وكان لغاية الاسبوع اللي فات يعني يمكن لو كنتوا اللي بيتابعونا كانوا بيشوفونا على البث المباشر يمكن كانوا يشوفوا كمان الادوية قدامي، يعني بخاخات وادوية الكحة والحاجات دي كلها، لان خدت فترة طويلة عيان. الفترة دي أنا اعتبرتها تجربة فيها ما يستحق أن يروى، ما يستحق أن أنا أنقله لحضراتكم، مش خبرة شخصية قد ما هي نتاج بقى التعامل مع الأطباء ومع تفاصيل الدور اللي ماشي الوحش ده. ربنا يا رب يعافي الجميع اللي أصاب ويصيب وهيصيب، احنا بنقوله بكل الأزمنة، ناس كتيرة قوي يعني، ومش بس في مصر زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت، ده كمان في دول كتيرة جدا من العالم، دول عربية ودول أوروبية، في حالة كده فيروسية متمكنة من البشرية. وحتى يعني رئيس منظمة الصحة العالمية طلع في مؤتمر صحفي من حوالي أسبوع وقال على العالم أن يستعد لمواجهة أوبئة جديدة وبس كده، وما قالش تفاصيل. فيعني طبعا ربنا بإذن الله يعافينا ويبعد عننا ويبعد عن العالم كله أي شر، وخاصة شر الأمراض وشر الحروب وشر يعني الحاجات الوحشة كلها. علشان كده أنا حسيت أنه شيء مهم، وإن شاء الله أنتوا كمان هتشوفوا ده على مدار الحلقة، أنه في معلومات مهمة قوي عايز أقولها لحضراتكم عن هنسميه كده الدور اللي ماشي، لأنه الحقيقة له أسماء كتيرة قوي وفعلا كلها فيها احتمال انها تكون صحيحة. هنطلع دلوقتي لفاصل ونرجع نبدأ مع حضراتكم الحلقة على طول. اجيال لسه مستمر معاكم، خليكم انتم كمان معانا. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في اجيال، وهنبدأ بقى فورا معاكم وهنقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده، هنسمي دور العيا او دور المرض اللي ماشي، هنسميه الدور اللي ماشي. ليه انا عايز اسميه الدور اللي ماشي؟ لان ده كلام علم بقى، لانه الدور ده ممكن يكون نزله برد شديده، تمام، عند بعض الناس بتبقى هي دي فعلا الحقيقه، وممكن يكون نزله شعبيه حاده، وممكن يكون التهاب رئوي، وممكن يكون التهاب في البلعوم والحنجرة، وممكن يكون التهاب فيروسي آخر زي إيه؟ زي الكورونا مثلا، سواء الكورونا الكلاسيكية
أو الكورونا المتحورة. ومش كل الفيروسات كورونا، ما هو الدور البرد ده لما بنقول واحد عنده برد، ما هو البرد ده فيروس، فيروس الأنفلونزا، تمام كده؟ وممكن يكون فيروس الأنفلونزا متحور، يعني جيلنا من مكان يعني، أو انتقل إلى المريض ده من خلال تحور. فاكرين لما قالوا الأنفلونزا الأسيوية، لما بتبقى في ناس كده بعد موسم الحج أو يقول لك ده في دور كده الأنفلونزا الأسيوية الحجاج عشان حصل اختلاط هناك ايام زمان بقى، لما ما كانش فيه الكمامات والحاجات دي كلها. وحتى زمان كان فيه الانفلونزا الاسبانيه، يعني الانفلونزا الاسبانيه دي على فكره ربنا يا رب يعافينا جميعا ويعافي البشريه، يعني موتت ناس اكتر من اكتر من الكورونا. فاهمين قصدي؟ فاحنا عشان كده هنقول ايه دور العيا اللي ماشي او اللي منتشر. واللي انا بقول لكم مره تانية، الا اصاب ناس ويصيب حاليا، يعني في ناس خدته وخفت، وفي ناس واخداه دلوقتي ولسه في دور الخففان او في طور الشفاء، وفي ناس بعد شر عليهم طبعا بس ممكن ياخدوه برضو الفتره اللي جايه. تمام. اول معلومه عايز اقولها لحضراتكم ان احنا نطمن. يعني ايه؟ الله، حتى لو بعد الشر مثلا كورونا من النوع الكلاسيكي القديم الجامد اللي هي سارس وبتاع، اقول لكم نطمن. ليه؟ لأن التجربة هي خير معلم. لما مجتمع أو ناس أو أسرة أو أي حاجة يحصل لهم موقف، الموقف ده بيكون جديد عليهم، خلاص بيحصل ارتباك، وممكن يحصل أخطاء في المعالجة والتصرف. تخيلوا معايا مثلا بعد الشر لو مصنع ولا حاجة حصل فيه عطلة أو حصل فيه حريقة أو حصل فيه كذا أول مرة، ممكن تلاقي فيه طبعا في جهات بتعمل تدريبات على الحاجات دي كلها والامن الصناعي والحاجات دي كلها، وده المفروض على فكره. تمام. لكن انا بتصور انه ايه، ناس لاول مره كده عاملين بيزنس وبتاع وعاملين شغل ويحصل لهم حاجه فيحصل ارتباك. طيب لا قدر الله تكرر هذا الامر بعد سنه، انتوا كده اللي هتقولوا على طول ايه اللي هيحصل؟ هتلاقوا ان طريقه التعاطي او طريقه التعامل مع نفس الموقف السيء او نفس الموقف الوحش ده اختلفت تماما للاحسن. ليه؟ لان في حاجه اسمها ايه، ان الانسان يتعلم من اخطائه. وفي قاعده بتقول التعليم بالتعلم، يعني انت عمرك ما هتتعلم حاجه الا من خلال الخطا والصواب، صح كده؟ فعشان كده انا بقول لكم اطمنوا. ليه؟ لانه من سنه 2020 احنا في نهايه 2023 اهو خلاص، لغايه 2022 كمان يعني سنتين، العالم كله كان يواجه أخطار الكوفيد والكورونا والبروتوكولات العلاجية، وإيه اللي جاب نتيجة وإيه اللي ما جابش، طب ونعمل إيه وما نعملش إيه، طب لما حصل تحور إيه اللي المفروض يحصل، طب في بحث جديد اتعمل، طب في شركة جديدة نزلت مصر، طب في حاجة، طب في كل ده بغض النظر عن مدى جدوى، يعني ممكن تبقى حاجة مهمة قوي وحاجة نص مهمة وحاجة مش مهمة خالص. المهم إن في الآخر ناتج من المعرفة، خاضع أو يخضع للخبرات، خلاص. عشان كده أنا لما بقول لكم اطمنوا، يعني دي أول رسالة عايز أقولها لحضراتكم، هذا كلام ليس من فراغ، ولا أن أنا بطمنكم زي ما بيقولوا على الفاضي خالص. أنا بقول لكم اطمنوا. ليه؟ لأنه مفيش حاجة جديدة هتحصل، يعني كل اللي حصل ده شفناه قبل كده، احنا شفنا الفيلم ده قبل كده، فاكرين طبعا كلكم عارفين الإفيه اللي اتقال الأيام اللي فاتت دي، خلاص شفنا الفيلم ده قبل كده، شفناه وهو خفيف، وشفناه وهو متوسط، وشفناه بعد الشر وهو شديد قوي، شفنا لما ناس لا قدر الله وربنا توفاهم وده قرار ربنا سبحانه وتعالى اختارهم يعني، تمام. ولما ناس تعافت، طب دول ايه اللي حصل لهم ودول ايه اللي حصل لهم، هل الموضوع له علاقه بامراض اخرى، في استعداد يعني الناس اللي عندها امراض ففي الاخر مفيش حاجه جديده، اطمنوا. الجديد في اسامي الفيروسات بس، ان الفيروس ده يبقى اسمه كذا والفيروس ده اسمه كذا، تمام كده. يبقى دي اول حاجه عايز اقولها لكم. طيب تاني حاجه عايز اقولها لحضراتكم ايه، ان الناس مش زي بعضها، لا الاباء زي بعضهم، يعني لا الكبار ولا الشباب ولا الاطفال زي بعضهم، كل الناس مختلفه عن بعضها البعض، خلاص. يعني ما نقدرش نقول ايه هذا الدور المرضي او هذه الحاله المرضيه، عندما تصيب الشباب من سن 20 25 بتاخد الشكل ده خالص، ما ينفعش نقول كده. فهمتوا قصدي انا عايز اقول ايه؟
كل الناس عندها اختلافات في بعضها البعض. الاختلافات دي بتكون ايه؟ اختلافات في الاعراض، يعني في الاعراض. يعني تلاقي ناس يقولك ايه، انا الدور ده ظهر معايا كان اكتر حاجة ظهر فيه الكحة، واحد تاني يقولك انا اكتر حاجة ظهرت معايا فيه العطس، واحد تالت يقولك انا لا ظهر كحة ولا عطس بس كان جسمي مكسر والحرارة عالية، ويا الحرارة لازم تبقى عالية في الايام الاولى يعني. تمام. اطفال تبص تلاقيها لا قدر الله كان عندها افرازات، لا قدر الله ربنا يعافيهم كلهم يا رب، ويعافي الكبار ويعافي الاطفال ويعافي الدنيا كلها خلاص. فتبص تلاقي في اطفال رجعت خلاص، يعني حصل لها ترجيع vomiting. تمام. فممكن الترجيع ده يبقى نتيجة عدم طرد، عدم القدرة على طرد السكريشنز اللي هو البلغم مثلا خلاص. وفي اطفال ما يجيلهاش ترجيع. يبقى نتعلم من كده ايه؟ ان الناس مش زي بعضها، لا في ظهور الاعراض ولا في حدة الاعراض. يعني تلاقي حد جاله كح وحد تاني جاله كحة بطريقة غريبة جدا، حد الاولاني الكحة او حد تالت الكحة بتاعته كانت بتبقى بالليل بس، واحد رابع الكحة بتاعته بالنهار وبالليل خلاص. انا ليه عايز اقول لكم المعلومة دي؟ عشان نستنتج او نطلع بدرس مهم جدا. ايه هو؟ ان ما ينفعش نتناقل العلاج او نتناقل الروشتات، او حد كده يتطوع ويقول يا جماعة انا جالي الدور ده وانا ادي العلاج اللي خدته على الفيسبوك وبتاع بكتبه. فتلاقي الناس يا عيني يقولك اهو الحمد لله بقى، اهو ده في واحد الله يكرمه نزل لنا العلاج ناخده. لا، هو الله يكرمه طبعا نيته خير لكن تصرفه خاطئ. ليه؟ لان ممكن تاخد ادوية ليس لها احتياج، ممكن تاخد ادوية ليس لها تأثير بالنسبة لحالتك انت، ادوية يعني ليس لها داعي قصدي، ممكن تاخد ادوية تأثيرها عندك يبقى ضعيف، ممكن تكون انت محتاج. يعني هضرب لكم مثل بحاجة وان شاء الله نتكلم عليها برضو في وقتها يعني في خلال الحلقة، بالبخاخات، البخاخات الصدرية دي. لان انا كنت اول مرة في حياتي يجيلي الدور اللي ماشي ايا كان اسمه بقى خلاص، الدور المرضي ده، واخد بخاخ. انا متعود اخد ايه؟ اخد حاجة للحرارة، اخد دواء كحة، اخد حاجة للاحتقان الانف، اخد حاجة لزوري مثلا انتي بيوتيك، حاجة زي كده لو في حرارة مع بدأ اخد انتي بيوتيك، لو في ودني حصل فيها حاجة اخد برضو انتي بيوتيك كده. تمام. لكن فوجئت المرة دي ان انا لما رحت لأستاذ عظيم من اساتذة الامراض الصدرية لقيته بيكتب لي بخاخات. الله، قلت له ليه البخاخات دي؟ ما قال لي لا، ما هو انت حالتك دلوقتي تستدعي ده ومش طيب. هل البخاخات دي كلها بقى هنروح للصيدليه كده نقول لهم ادوني بخاخه كده عشان صدري؟ هقول لك بخاخه ايه؟ ما في بخاخه موسعه للشعب الهوائيه بس كده، دي شغلتها. تمام. وفي بخاخه فيها كورتيزون بتعالج بطريقه مختلفه، وفي بخاخه ثالثه تبص تلاقيها فيها حاجه علشان الكحه مش بس بقى عشان الشعب ولا حاجه. وفي يعني اختلاف سبيكتروم يعني او طيف واسع جدا من الأدوية، وكذلك في أدوية الكحة، وكذلك في المضادات الحيوية اللي هيتاخد أسبوع واللي هيتاخد 5 أيام واللي هيتاخد 3 أيام واللي لازم يتاخد 14 يوم واللي ممكن لا قدر الله يتاخد حقن واللي لازم، كل حاجة ليها حاجة. يبقى نستنتج من هنا إيه برضو للمرة التانية؟ إن زي ما استنتجنا في الأول إن ما ينفعش أخد علاج واحد صاحبي كان بياخده، او ما ينفعش ادي لابني علاج روشتة حد نزلها وقال انا ابني عنده 2.5 سنين وكان عيان ورحت للدكتور الفلاني وكتب لي الادوية. يا جماعة او يا امهات او يا شاب او يا بنات، الحاجات بقى اللي تكتب على الجروبات والحاجات دي كلها اللي فعلا هي انا ما لا اشكك في النوايا وربنا سبحانه وانا متأكد ان نواياهم خير، لكن في ناس بتحب زي ما بيقولوا تحب تفتي وبتحب تحط بصمتها زي اي حاجة حدث احنا فيه دل. تلاقي حدث كده حاصل في المجتمع ولا بتاع، تلاقي كل الناس لازم تطلع تقول رأيها في يعني على رأي الصديق يعني او الفنان صبري فواز لما كتب قال لك هو انت لو ما قلتش رأيك هيقوله هو ده ما قالش رأيه ليه؟ ما تسكت يا اخي، يعني ما خلي رأيك لنفسك مش لازم تعلنه للعالم يعني الا في الاحداث الجسيمة يعني، وده برضو مش مطلوب. انما مثلا واحد عمل موقف، لعيب كرة ساب نادي، ممثل مش عارف اتخانق ولا عمل تصرف غير لائق او كده، خلاص ما مش مشكلة يعني. انت لو ما بقولكش ما تقيمش، قيم وخد رأيك وتناقش حتى مع اللي حواليك، انما مش لازم ترهق نفسك قوي في انك تقول رأيك وكأنك بتمضي يعني في دفتر حضور وانصراف. نفس الحكاية يا جماعة في الطب،
إذا كان هذا الأمر هو غير مقبول حتى في الحاجات الاجتماعية، أنا بقول لكم أهو، فهو غير مقبول على الإطلاق في الحاجات المرضية أو الطبية. أرجوك لما تعيا أو حد من ولادك يعيا ورحت للدكتور، يا عم ربنا يكرم، لو عندك كلمة حلوة كده قولها، نصيحة بره الصندوق زي ما بيقولوا، ما كانتش تخطر على بال، زي حاجات كده هقولها لكم دلوقتي، عرفتها برضو في التجربة اللي فاتت دي، تمام؟ إنما ما حصل خلاص، ما تحطش حاجة. كم يعني من الأشياء اللي فيها خير مقصود بيها خير، لكنها مش هقول لكم فيها شر، بس ممكن ما تكونش لها فاعلية وأحيانا ممكن تضر. يبقى استنتجنا ده أول استنتاج. تاني استنتاج، إن إحنا لما يحصل هذا الدور سواء لأطفالنا أو لكبار سن أو لزوجاتنا أو لينا إحنا أو لإخواتنا أو كده، لازم نتوجه للأطباء فورا، للطبيب فورا، علشان الطبيب ده هيأثر عليك مشوار المرض وهيخلي العلاج أكثر كفاءة. ممكن تكون لما تروح له النهاردة هو الأربع وانت تعبان رحت له، أحسن ما تروح له يوم السبت الجاي، يمكن النهاردة يكتب لك أدوية أقل من اللي هيكتبها لك يوم السبت الجاي، لأن نتيجة إن الحالة بعد الشر مثلا تكون تفاقمت. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الدور اللي ماشي. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في أجيال مع فاطمة مصطفى والدكتور محمد رفعت، بنكون معاكم كل يوم أربع، وحلقتنا بدأناها من شوية مع حضراتكم وقلنا هنتكلم عن الدور اللي ماشي، هنكمل كلامنا دلوقتي. بدأنا الكلام مع حضراتكم بالطمأنة، وقلنا الاطمئنان، إن الاطمئنان مش معنى كده إن الدور ده خفيف ولا إن إحنا نهمل في علاجه أبدا، أنا ما كانش ده قصدي خالص بإن إحنا نطمن، أنا قصدي إن إحنا نطمن انه عارفين هنعمل ايه، يعني والدكاتره عارفين هيعملوا ايه، وعارفين ايه التجارب، تجارب الادويه وتجاربهم مع المرضى وتجاربهم مع كبار السن وتجاربهم مع الاطفال وتجاربهم مع الشباب. فخلاص الخبره اللي البشريه خدتها على مدى سنتين وشويه، اكتر من سنتين يعني، في الكوفيد وفي الحاجات دي كلها، ربنا لا يرجعها ايام يا رب، خلت العالم كله يحسن التصرف في المواقف المشابهة، تمام؟ وقلنا برضو انه من الحاجات اللي عايزكم تعرفوها كويس قوي، ان الناس مش زي بعضها، سواء في ظهور الاعراض، يعني في ناس ممكن تظهر عليها اعراض وناس تانية ما يظهرش عليها نفس الاعراض، ولا في حدة الاعراض، ولا يعني في حدة الاعراض بقى نفسها في شدتها، ولا اكيد في العلاج، يعني العلاج بيختلف من حد الى حد. وقلنا برضو ان احنا بمجرد ظهور هذه الاعراض هذه الأيام خلاص، باستثناء وحيد هقوله لكم دلوقتي بعد شوية، هقوله لكم بقى أنا فاكره يعني مش نسيه، لازم نذهب للدكتور فورا، عشان الدكتور هيفحصنا، هيقرر لنا العلاج الملائم، وهيبدأ العلاج على طول، رغم أنه مثلا ممكن يقولك إيه، هنعمل الأشعة الفلانية مثلا، هنعمل أشعة صدر، سواء أشعة عادية أو أشعة مقطعية مثلا، خلاص ماشي، بس هنبدأ العلاج، يعني اعمل الأشعة دي وتعالالي مثلا بعد 4 أيام بعد 3 أيام، فاهمين قصدي؟ يعني انتظار الفحص الطبي لا يؤجل بداية العلاج. ودي مناسبة حلوة ان انا اقول لكم عليها برضو، انه لا تستهينوا بالأشعة العادية، أشعة الإكس راي دي اللي هو أشعة صدر عادية. اصل في ناس دلوقتي يقولك ايه، الدكتور ما طلب ليش أشعة مقطعية ليه؟ يا عم ما لكش دعوة، الدكتور عارف هو بيعمل ايه، عارف ان الأشعة العادية دي، أشعة صدر دي، هو عايز يطمن على حاجة معينة، اذا شك في حاجة يقوم يقولك اعمل أشعة مقطعية. مش بس هو بيوفر لك فلوسك ولا بيوفر لك التنشن بتاعك، ما هي تنشن، ما هي الأشعة المقطعية دي تنشن كبير، وعشان تتظبط صعبة جدا على فكرة، هي صعبة، اجراء فحص طبي صعب، صعب انك تفضل ثابت لفترة معينة تقارب ال 45 دقيقة، انك ما تتحركش، انك تاخد انفاس بطريقة معينة زي ما بيقولوا لك المسؤولين عن اجراء الفحص، يعني اجراء طبي مش هين. فالدكتور عارف هو بيعمل ايه، فمفروض انه ما يلجأش لهذا الاجراء الا لما يبقى في حاجة محددة عايز يتأكد منها بشكل سريع. انما لما الدكتور يقول لك انا اعمل لي اشعة صدر عادية خالص، ما تقولش ايه، ما تجودش انت يعني، ما تقولش لا انا هعمل بقى، انا بحب مراتي فهو الدكتور طالب لها اشعه دي، انا هعمل لها مقطعيه، لا ما تعملش انت من نفسك، انا هعمل لها رنين، ليه يا عم؟ هو لو كان عايزها رنين ولا عايز مقطعيه كان هيقول لك. لازم لما الدور ده يجي، الدور المرضي ده، تمام؟ لو في الاطفال ينتابع مع دكتور الاطفال، ولو كبار
نروح لتخصص الأمراض الصدرية مش البطنة، لو كبار بنروح لتخصص الأمراض الصدرية، أمراض صدرية ده تخصص معتبر كده، زي أمراض القلب، أمراض الصدر، أمراض البطنة. أمراض البطنة بقى كمان فيها تخصصات، هتلاقي ناس متخصصة في الكلى، هتلاقي ناس متخصصة في الكبد، هتلاقي ناس متخصصة في المناظير، هتلاقي، فاهمين قصدي؟ زي كل حاجة كده بقى فيها تخصص دلوقتي، العيون بقى فيها تخصصات، الأسنان فيها تخصصات، جوه التخصص الكبير يعني. تمام؟ طيب، على فكرة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، ما هي الأمراض دي كل شيء من عند ربنا سبحانه وتعالى، صح كده؟ ويعني وفي ناس يقول لك انا يعني انا عملت ايه بس يا رب عشان يجي لي المرض ده، استغفر الله العظيم. يعني يا عم المرض من قدر الله، هو ربنا كاتب لك المرض وربنا سبحانه وتعالى كاتب لك العلاج، لان في كتير جدا 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 ما يعرفوش المعلومه اللي انا هقولها دلوقتي دي، انه في ناس اللي جالهم الدور ده دلوقتي مثلا محظوظين. تخيلوا بقى، الله، انا محظوظ يا دكتور ان انا يجي لي الدور بالضراوه دي وبالشده دي. اه محظوظ. انا ابني يا دكتور محظوظ ان هو عيل عيا ده شافنا معاه 5 6 ايام. اقول لك اه محظوظ ليه؟ لان هذه الاصابه المرضيه اللي جت لحضرتك لا قدر الله، او لحضرتك او لابنك او لبنتك، هتديك مناعه انت محتاجها في شهور الشتاء القادم. الشتاء بقى لما يجي بجد، احنا لسه بنتدلع برضه، لسه بنلبس صيفي واحنا نازلين، وبالليل الجو ما بيبردش، واحيانا فجاه كده بتلاقيه برد يومين وبعدين فجاه الدنيا رجعت حر تاني، فنبقى مش فاهمين لسه حاجه خلاص. لكن الوقت الجد بقى اللي هو اعتبارا من الشهر الجاي او يمكن اواخر الشهر ده كمان والشهر الجاي، ان الشتاء بيبدا رسميا 21 ديسمبر. خلي بالك احنا في الخريف لسه، احنا 21 ديسمبر بدايه فصل الشتاء. وقت ما يجي الشتاء بقى اللي بجد، والسقعه اللي بجد، والريسك فاكتورز او عوامل الخطر اللي بجد، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يكون مجهز أجسامنا بالأجسام المضادة اللي الجسم قاعد يصنع فيها عشان يقهر ويقاوم الدور اللي أصابنا دلوقتي. يعني اوعى تفتكر ان الدور اللي جالك دلوقتي أصابك أو أصاب زوجتك أو أصاب والدتك أو والدك أو حماتك أو ابنك أو بنتك، ها، انه هو الجسم تعامل معاه بأجسام مضادة على قده. لا لا، ده الجسم عمل كمية أجسام مضادة رهيبة هتكفيك، هتدافع عنك الشهور الجاية كمان. فيبقى كده إنه أحسن إن الدور ده يجيلك دلوقتي في الوقت ده، أحسن عشان يديك مناعة الفترة اللي جاية. تمام كده؟ طيب، زي ما قلنا الأعراض الرئيسية لهذا الدور اللي اسمه قد يختلف، زي ما قلنا إيه؟ يعني أنا عارف إن اللي هقوله ده ممكن ناس، بعض الناس او كتير من الناس يعترضوا عليه. ما تشغلوش نفسكم بالمسميات. فاكرين في حلقه من الحلقات عملتها انا وفاطمه قريب، قلنا مش عايزين نشغل نفسنا بالمسميات، يا عم تطلع زي ما تطلع، المهم ان الدكتور عارف. خلاص، الدكتور عارف دي انفلونزا ولا نزله شعبيه ولا نزله ولا التهاب رئوي ولا انفلونزا متحوره ولا كوفيد ولا كورونا متحوره ولا كورونا كلاسيكيه ولا الدكتور ولا التهاب في اللوز ولا التهاب في البلعوق. الدكتور عارف وبيكتب لك العلاج بناء على التشخيص بتاعه، هو مش بيجرب، هو عارف التشخيص. انت طبعا لو سالته هيقول لك، يعني في دكاتره 99.9% من الدكاتره بيقولوا عادي، وفي دكاتره ما بيحبوش يقولوا التفاصيل. وانا الحقيقه احيي الدكاتره دول اللي ما بيحبوش يقولوا التفاصيل في مواقف معينه، حتى لو المريض اللي قدامهم شاب صغير او بنت صغير، يعني شاب، لانه مش هتفرق. انت فاهمين قصدي يا جماعه؟ يعني واحد عنده كورونا كوفيد كورونا اللي هي المتحوره، وواحد عنده ده نزله برد، ممكن الحاله المرضيه، مش احنا لسه بنقول الاعراض بتختلف شدتها من حد لحد، ممكن تلاقي علاج ده هو علاج ده. طب انت هنا استفدت بايه ان انا اقول لك عندك كورونا؟ فهمت قصدي؟ ما انا مش هقول لك عندك كورونا كمان كده من الباب للطاق، لازم نعمل مسحه ولازم نعمل كده، مش هتفرق حاجه في العلاج، مش هتزيد حاجه في العلاج. انتوا فاهمين قصدي؟ مش معنى كده ان هي العلاج كله ستاندر زي ما بنقول، لا، انا بقول لك من وجهه نظر بعض الاطباء. يعني ممكن لما الدور يخلص بقى خالص يقول لك على فكره احمد ربنا بقى ده اللي عندك ده كان كورونا. فتقول له ايه ده يا دكتور، ده انت ما قلتليش. يقول لك طب وهتفرق معاك في ايه؟ انا عارف وبعالجك وانت دلوقتي كويس، هتفرق معاك ايه؟ لان في ناس المعرفه ممكن توترهم،
يعني القلق والتوتر. ومش بس هم بقى، ده انت لو يعني ممكن تقلق على والدتك، على والدك، على بتاع، تقلق قوي. فاهمين قصدي؟ الأعراض الرئيسية بتتراوح ما بين اللي هقوله ده، الحرارة، ارتفاع الحرارة. ولما بقول ارتفاع الحرارة، أنا بقول ارتفاع الحرارة فوق السبعة، يعني من 37 وثلاث شرط، يعني 37 وثلاثة من عشرة فما فوق، لأن لغاية 37 واثنين من عشرة طبيعي. خلاص، حلوة المعلومة دي؟ يعني لو قست الحرارة بتاعت حضرتك أو لزوجتك أو لوالدتك أو والدك أو ابنك أو بنتك أيا كان أعمره معانا لغاية 37.2 أو 7 يعني 3 37.2، ما تديش دواء، دي مش حرارة، دي طبيعية، دي بيسموها نورمال فاريشن، يعني الاختلافات الطبيعية. وعايز أقول لك حاجة، أنت ممكن حرارتك تعلى وأنت داخل تاخد دش وخرجت، تلاقي حرارتك لو قست تلاقي حرارتك 37.2، ممكن حرارتك تعلى لو شارب مشروب دافئ أو سخن، ممكن حرارتك تعلى لو كنت بتتكلم بانفعال شوية، ممكن حرارتك تعلى لو كنت مشيت حبة كده في الشمس. عشان كده في رينج للحرارة، تمام كده؟ لغاية 37.2 من عشرة، لا دي مش حرارة، الحرارة اللي نقصدها من 37.3 من عشرة، ودي بدايتنا، ده أولنا. خلاص؟ يعني برضو ده التعامل معاه بيكون بطريقة بسيطة خالص ولذيذة جدا، تمام؟ لغاية ما تطلع بقى ل 38 وشوية و 39 وأحيانا ل 40، يبقى عندنا حرارة، عندنا كحة. خلاص؟ كحة شديدة بقى، متوسطة خفيف بس في كحة. وعندنا إفرازات كتيرة قوي من الأنف، والأنف بتبقى مسدودة والمناخير بتبقى معبية زي ما بيقولوا، وده مش لازم يحصل فروم داي 1 أو من أول يوم، ممكن يحصل على مدار الأيام. وفي حالة تكسير في الجسم. هذه الأعراض هي الأعراض الرئيسية لإيه؟ للدور اللي ماشي. هنطلع لفاصل ونرجع نقول إيه من الأعراض دي بيروح وإيه من الأعراض دي بتفضل شوية مع العلاج، فما نقلقش لو فضلت شوية، خليكوا معانا. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في أكيال. طيب، قلنا الأعراض الرئيسية بتكون ارتفاع درجة الحرارة، وقلنا لازم ارتفاع درجة الحرارة تكون فوق 37 وثلاث شرط. خلاص، أقل من 37 وثلاثة يعني لغاية 37 واثنين طبيعي، دي مش حرارة. وقلنا بيكون في كحة مع اختلاف طبعا شدتها، وفي إفرازات أنف يعني، والأنف بتبقى مسدودة، وقلنا في تكسير في الجسم. بالمناسبة مش لازم كل الأعراض تظهر مع بعض، يعني ممكن الحرارة تظهر لوحدها خالص في الأول، ممكن الكحة تظهر بعديها، تظهر الحكاية إن المناخير بقى تبقى مقفولة ومعبية وبتاع، ممكن العكس تبقى الكحة هي اللي في الآخر. تكسير الجسم برضو درجته ممكن تزيد، يعني في الأول تبقى بسيطة شوية وبعدين تزيد قوي الحكاية دي. بالعلاج بتلاقوا كل حاجة تمام، لكن في أعراض هتلاقوها بتستمر شوية، بتكمل شوية معانا، تمام كده؟ أنا بتكلم على الدور ده تحديدا. خلاص، أكتر حاجة بتستمر في هذا الدور المرضي المنتشر ده الكحة. الكحة بتقعد شوية، تمام؟ يعني بتلاقي نفسك ممكن خلاص بقى، احنا اتفقنا لو كبار لازم نروح لدكتور امراض صدريه، لو اطفال بنروح لطبيب الاطفال، تمام كده؟ خدنا المضاد الحيوي وخلصناه والحراره بقت زي الفل والتكسير هدي شويه والدنيا كويسه، لكن تلاقي حد يقول لك بس لسه الكحه، نقول له تمام لسه هتفضل شويه. خلاص كده؟ وممكن تستمر يعني بعد ما نستشعر الشفاء ممكن تستمر اسبوع، ممكن اسبوعين، ممكن ثلاثه، ها؟ ممكن اكتر، ممكن شهر، اقول لكم ازود، ممكن اكتر من شهر. تخيلوا بقى، يعني في بعض الحالات اللي سجلت ممكن الكحه دي تستمر لا قدر الله لمده شهرين، بس طبعا ما بتكونش بنفس بنفس الحده. برضو من الاعراض اللي بتفضل شويه حساسيه الانف، يعني تلاقي ايه العطس بالذات، يعني تلاقي ايه حد خف وكل حاجه يقول لك بس بعطس، تمام؟ وزي ما قلنا تكسير الجسم بيكون برضو اخف لكن بيفضل برضو. على فكرة من الأعراض برضو اللي بتكون موجودة في الدور ده واللي لوحظت قوي يعني في الدور المرضي قوي المنتشر ده، حاجة هتستغربوها شوية بس أنا عارف إن كل اللي مروا بهذا الدور سواء هم شخصيا أو بحد قريب منهم هيقولوا كلامك صح. من ضمن الأعراض يمكن اعتبارها يعني من الأعراض تغير الحالة المزاجية. يعني إيه تغير الحالة المزاجية؟ يعني تلاقي نفسك فجأة كده تلاقي نفسك متضايق. طبعا طبيعي ان كل الناس متضايقة من اللي بيحصل، يعني ربنا يقوي الابطال في غزة ويرحم الشهداء ويرحم الاطفال، ويعني انا فاهم ان ده يعني الجو العام في العالم
يدعو لهذا المود أو هذه الحالة المزاجية. لكن أنا بتكلم عن أمر آخر، أنا بتكلم عن إن أنت نفسك ممكن تلاقي فجأة كده تلاقي نفسك مودك وحش، بقيت عصبي، خلقك داء. عشان كده لو تفتكروا أنا قلت في حلقة برضو من الحلقات، قلت إيه؟ نتقبل بعض، يعني نستحمل بعض شوية. يعني أنت كزوجة لما تلاقي زوجك كده فجأة قافل كده، أو العكس أنت كزوج لو لقيت زوجتك المريضة يعني مودها اتغير أو قفلت شوية كده، ما فيش داعي نقعد نشرح في هذا العرض شوية وإيه اللي حصل يعني. وأنا لا عرفني بقى أنا قلت إيه خلاك تتضايق، يا ستي ما حصلش حاجة. هو الدور المرضي ده أو الحالة المرضية دي بتنعكس على الحالة المزاجية، فتلاقي الواحد زي ما بقول لكم كده من سمات هذا الدور يمكن اعتبارها من الأعراض الرئيسية تذبذب الحالة المزاجية من العادي، مش هقول لكم من الجيد يعني، لأن ما حدش هيبقى عنده حالة مرضية ويبقى حموده حلو، بس هقول لكم من العادي إلى الضيق شوية وشوية. فده لا هو تلكيك ولا هو زهق ولا هو حاجة خالص، لكن يمكن اعتباره عرض مرضي. برضو من ضمن الحاجات اللي يمكن اعتبارها من الأعراض الرئيسية هي أنه تلاقي المريض يقول لك ايه، طبعا الاطفال يعني صغيرين ممكن ما يعرفوش يعبروا، بس الكبار بقى يقول لك ايه، انا مش عارف ببقى مالي، انا ببقى مثلا ايه، ببقى قاعد كويس وين فجاه الاقي نفسي زي ما اكون سخنت وتعبت وزي ما اكون ما حصلش حاجه، انا ما حصلش حاجه خالص، انا قاعد زي ما انا، يعني لم امارس مجهود اضافي، لم امارس اي نشاط حاجه خالص، ما خرجتش ما رحتش ما جيتش، بس فجاه اقول لك ده برضو من الاعراض بتاع الدور ده، انه في كده كيرف كده بيطلع، تحس كده انه كل 3 4 ساعات الواحد يمكن يجي له ربع ساعه ولا نص ساعه يحس فيهم بالايه، بالتعب قوي. تمام. بمناسبه الحراره، قبل بقى ما نسيب النقطه دي، عايز اقول لكم ارتفاع الحراره المقبول زي ما قلنا لغايه 37 ودرجتين، وارتفاع الحراره الغير مقبول بيبقى من اول 3، لكن الامر بيختلف، يعني لو 37 و3 شرط بس بناخد خوافض الحراره العاديه خالص وبنروح للدكتور، الدكتور بقى بناء على فحص طبي هيعمله لحضرتك، فحص اكلينيكي يعني، تمام، هيقول لك تاخد مضاد حيوي او لا، ممكن يقول لك لا انت هتاخد الدواء الفلاني، دواء كحه، دواء حساسيه، دواء للانف او بخاخه للانف كده وبتاع، هتقول له لا مفيش مضاد حيوي، يقول لك لا، ممكن تروح له بعد اسبوع استشاره يقول لك لا على فكره الموضوع بقى اكتمل عندك، هتاخد مضاد حيوي. هو ما نسيش اول مره، بس اول مره انت ما كنتش محتاج، فمش كل حراره بنديها مضاد حيوي خلاص، لان زي ما اتفقنا لو هو فيروس، لو هو التهاب فيروسي خلاص، لو هو التهاب فيروسي المضادات الحيويه ما بتعملش معاه حاجه خالص، لكن الخوف كله بيبقى من ايه، حاجه احنا بنسميها في الطب سكندري باكتيريال انفكشن، يعني التهاب بكتيري فوق البيعه كده ثانوي، يعني هو مش الدور الرئيسي بس جه بقى على، ممكن يصيب الاذن، ممكن يصيب الحلق، والحلق هنا مقصود بيه البلعوم او اللوز، ممكن يصيب الشعب الهوائيه، ممكن يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، ممكن يصيب الجزء السفلي من الجهاز التنفسي، وكل حاجه من دول ليها علاجها. تمام. طيب بالنسبه لادويه الكحه، ادويه الكحه تلاقي الدكاتره بيقولوا لكم خدوها 3 مرات في اليوم، انا تمام انا معاكم في ده، بس انا عايز اقول لكم بقى تيبس كده او تكات كده شويه بقى خبره، يعني خدوها كل 6 ساعات افضل، بس لو انت نايم ومستغرق في النوم ما تاخدهاش، لان كل 6 ساعات يبقى 4 مرات في اليوم، لو خدتها كل 6 ساعات، لو خدت دواء الكحة كل 6 ساعات خلاص، يبقى انت ممكن تضطر انك تصحى في وسط الليل عشان تاخد جرعة رابعة. طيب انما يعني خليك مثلا وانت صاحي، يعني مثلا لو خدت دواء الساعة مثلا 12 الظهر خلاص، يبقى خده 6 مساء و12 مساء خلاص، وارجع خده تاني 6 الصبح، انت فاهم قصدي؟ يعني لو كنت صاحي 6 الصبح، يعني هو الدكاتره 99% منهم هيقول لك خده 3 مرات في اليوم، هم هنا قصدهم على فترات اليقظه، بيستثنوا فتره النوم، وده فعلا لانك مش المفروض تصحى، يعني لو انت نايم نوم مستقر النوم افيد لك، لكن انا بتصور انك قلقت وقلقت بسبب الكحه او مش عارف تنام، يبقى خده كل 6 ساعات، يبقى يعني 4 مرات في اليوم. اقول لكم على حاجه ثانيه، يعني هيبقى الفاصل ما بين كل جرعة وجرعة من نفس الدواء 6 ساعات. أحيانا مع ناس اللي الكحة بتكون فيها جامدة شوية قوي، ممكن ياخدوا نوعين من أدوية الكحة ويكون يتداخلوا بقى مع بعض، يعني يبقى بالبلدي كده بتاخد دواء كحة كل 3 ساعات
هقول لكم ازاي. يعني انت مثلا بتاخد دواء كحه اسمه الف، خلاص، بتاخده الساعه 12 الظهر، حلو، وبتاخده الساعه 6 مساء، صح كده؟ ما هو كل 6 ساعات. ففي دواء كحه تاني اسمه ب، الدكتور هيبقى كاتبه لك برضه، خلاص. فبدل ما تاخده في نفس الوقت مع الف، يعني تاخد دوائين، لا، خد التاني ده الساعه 3 العصر. يعني خلي جسمك يدخل له دواء من مهدئات الكحه كل 3 ساعات، دي عمليا افضل. لانه ممكن احيانا لما تاخده مع بعض، هو طبعا مؤثر وكل حاجه، بس دي افضل. فدي برضو دي ملحوظه، خلاص. ولسه هتعرفوا كمان ان انتوا احنا لسه ما جيناش عند العلاج الحقيقي. هتقولوا لي الله، هو الادويه مش العلاج الحقيقي؟ اقول لكم لا، العلاج الحقيقي حاجه تانية، الادويه دي عوامل مساعده، انما العلاج الحقيقي بقى، عايزين تعرفوا ايه هو؟ خليكم معانا، هنطلع لفاصل ونرجع. انا مش بعمل لكم تشويق والله، بس لازم نطلع فاصل دلوقتي. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وقبل الفاصل على طول عشان بقى الناس ما تزعلش مني، قلت لكم ايه الادوية بتاعت الكحة، وادوية خافض الحرارة، والمضادات الحيوية، وادوية حساسية الانف، والحاجات دي، وادوية الحساسية بشكل عام، مش بس حساسية الانف، يعني في ادوية خاصة للانف، وفي ادوية حساسية للجسم كله، دي مهمة قوي، خلي بالكم. بس انا قلت لكم ان شوفوا بقى كل ده والاهمية دي كلها، هذا ليس العلاج الرئيسي. هو ده مش مهم؟ ده مهم جدا، الأدوية دي مهمة جدا، لكنها العلاج المساعد. أمال إيه العلاج الرئيسي بقى للدور ده؟ هقول لكم، العلاج الرئيسي هو الراحة. وإذا قدرت على الراحة السلبية، يعني إيه الراحة السلبية؟ يعني اللي أنت تبقى قاعد في البيت مستريح كده في البيت. أنا عارف إن اللي بقوله ده في أوقات كتيرة مبقاش مسموح، ولكن أنا أخاطب كل الناس، أصحاب العمل او جهات العمل، صدقوني المصلحة العامة بتقول ان لو حد عنده الدور ده يستريح في بيته احسن للصالح العام، لانه بيكون مصدر عدوى حقيقي. لو طفل عيان ما يروحش الحضانة عشان ما يعديش بقية العيال، بقية الاطفال، لو طفل في مدرسة ما يروحش المدرسة، لو واحدة بتشتغل خدي اجازة من الشغل وقولي الدور ده انا بقول لكم اهو، وبناشد كل اصحاب يعني اصحاب القرار في كل الاعمال الحكوميه والاعمال الخاصه وكل حاجه، صدقوني الصالح هو الراحه. الراحه السلبيه، الراحه بمعنى الراحه، كل ما كان فيه فترات راحه متوفره، كل ما ده كان مهم جدا جدا جدا. واحنا هنا يعني الراحه اللي هو ان انت تريح في البيت ما تنزلش، تمام كده؟ طيب ايه تاني مهم قوي؟ مهم جدا جدا انك تشرب سوائل دافيه وسوائل سخنه، انا بقول اهو سوائل سخنه وسوائل دافيه، خلاص، على مدار اليوم، الى الحد ان انا بقول لك اهو ما تشيلش الحاجات السخنه دي من قدامك، يعني بمعدل كل ساعه ولا ساعه ونص. يعني طبعا مش قصدي يعني ان هو كل لازم يخلص كوبايه يبقى في كوبايه تانية، بس انا قصدي ايه، كل ساعه ولا ساعه ونص، ها، حد اقصى كل ساعتين لازم تكون بتشرب مشروب دافئ. ايه هي بقى المشروبات المهمة جدا في الدور ده للعلاج؟ خدوا عندكم بقى التليو. التليو، اعشاب التليو، سواء اللي بنجيبها من العطار، بس العطار بشرط ان يكون العطار ده جيد، حاجات اللي عنده جيدة محفوظة كويس، خلي بالكم من محفوظة دي، لان احيانا الاعشاب لما بتتحط معرضة كده للعوامل الهواء او مش متغطية او كده بتفقد جزء كبير من اهميتها. طبعا في اعشاب تانية بتبقى شركات بقى ومصانع بتبقى مغلفه وباكيتات، ودي ما فيهاش خطوره، زي ما بعض الناس كده بتحب ايه يعني تقول برضو راي كده غير موضوعي او غير علمي من ان لاخر، يقول لك اصل الورقه بقى البيضة اللي بتبقى فيها جوه الاعشاب دي مضره. لا، دي مش مضره خالص، دي اتعمل عليها ابحاث ومش مضره، ودي موجوده في الدنيا كلها، خلاص. يبقى نقول السوائل المسموحه العظيمه اللي هتساعدك جدا، هتساعدكم جدا، التيليو، الكاموميل، الكاموميل اللي هو البابونج، تمام كده، البردقوش، خلاص، ورق الجوافة، اليانسون، سواء اليانسون العادي او ما يعرف باليانسون النجمي، خلاص كده. في حاجة اسمها اليانسون النجمي، دي موجودة بقى عند العطار او موجودة برضو في محلات اللي هي بتعمل الحاجات الاعشاب وكده. هقول تاني السوائل المسموحة العظيمة اللي هتعمل لك تأثير رائع، التيليو، الكاموميل اللي هو البابونج، البردقوش، ورق الجوافة، اليانسون. حلو الكلام؟ طيب ممنوع ايه بقى من السوائل السخنة او الدافية؟
مش كل السوائل السخنه او الدافيه حلوه في الدور ده، لا، في حاجات ممنوعه. هتفاجئوا دلوقتي بقى ممنوع ايه. ممنوع الجنزبيل، ده مهيج للشعب الهوائيه في الدور ده. في العادي لا، في العادي بيدخل في الطبخ وبيتشرب وعادي خالص زي الفل خلاص، انما الجنزبيل ممنوع في الدور ده. ممنوع الجنزبيل او الزنجبيل ايا كان بقى اللي بيقول. ممنوع النعناع. ناس كتير قوي يقول لك انا لما بيجي لي برد بشرب نعناع سخن. ممنوع النعناع. النعناع من اكتر الحاجات اللي بتعمل تهيج للاهداب اللي بجوه الشعب الهوائيه. ممنوع القرفه. عرفتوا ايه اللي ممنوع؟ ممنوع الجنزبيل، ممنوع النعناع، ممنوع القرفه، ممنوع الحمضيات. هتقولوا لي الله الحمضيات دي مهمه، هقول لكم اه. ممنوع عصير البرتقال وعصير الليمون. الله، عصير البرتقال وعصير الليمون ممنوعين في الدور ده؟ اقول لكم اه يا عم، ده غني قوي بفيتامين سي. اقول لك اه، بس ربنا سبحانه وتعالى، فاكرين في الحلقه اللي فاتت قلت لكم ان الليمون والبرتقال مش هي اهم مصادر لفيتامين سي. اهم مصدر لفيتامين سي الزعتر والفلفل الالوان، وتحديدا الفلفل الاصفر والجوافه، خلاص، كل دي والفراوله، ماشي كده، كل دي حاجات فيها فيتامين سي اكتر من الليمون والبرتقال. مش معنى كده الليمون والبرتقال وحشين، لا، حلوين بس في الايام العاديه. لكن مش وانت عيان بالدور ده تقول هشرب ليمون سخن وعليه عسل. بالمناسبه العسل السخن ده مش يعني في اوقات لازم يبقى دافي، يعني لو عايز تحطه على ميه تبقى دافيه، ما يبقاش سخن، ما يبقاش بيغلي، لانه غلط، لانه بيتكسر، الجزيئات بتاعته بتتكسر. تمام. يبقى مره تانية، السوائل المسموحه واللي حلوه: تليو، كاموميل، بردقوش، ورق جوافه، ينسون، خلاص، العادي او النجمي. ممنوع جنزبيل، ممنوع النعناع، ممنوع القرفه، ممنوع الحمضيات، وممنوع الصلصه كتير في الاكل لانها بتسبب الحموضه. هتقولوا لي الله، طب ايه علاقه الحموضه بالدور ده؟ اقول لكم اي حاجه تزود الحموضه، يعني المفروض انك ما تتعشاش عشا تقيل في الدور ده، ما تاكلش حاجات فيها صلصه كتير او حاجات مسبكه. اي حاجه تزيد من افرازات الحموضه الخاصه بالجهاز الهضمي دي بتساعد على زيادة الكحة. فلازم في الدور ده نتجنب الأكلات المسبكة أو الأكلات اللي فيها صلصة، اللي فيها صوصات الصلصة بالتحديد. تمام؟ طيب إيه تاني مهم؟ مهم قوي بقى، فاكرين من الحلقة اللي فاتت، مهم قوي إن احنا ناخد زنك، سواء من مصادر غذائية أو من مصدر دوائي، خلاص. وقلنا إيه المصادر؟ أنا مش هقولها بقى عشان الناس ترجع بقى الحلقة احنا اتكلمنا بالتفصيل. قلنا اللحوم الحمراء غير المصنعة، قلنا المكسرات، حاجات كتير، قلنا البقوليات، قلنا الشوكولاتة الدارك، قلنا بقى حاجات تانية كمان زي التوم والزعتر وحبة البركة واليانسون وحاجات كتير قوي. ده في الزنك بس. مهم قوي الزنك، ومهم فيتامين سي، وقلنا دلوقتي مصادر تانية مش حمضية، خلاص. من الحمضيات برضو الكيوي، خلي بالكم الحكاية دي. تمام. الزنك وفيتامين ألف وفيتامين B5 وB6 وB12 والحديد وفيتامين E والبيتا كاروتين اللي هو بيتحول في الجسم لفيتامين ألف. الله، الحاجات دي نعرفها منين؟ نرجع بقى للحلقة اللي فاتت على اليوتيوب أو على الفيسبوك، نعرف المصادر بالتفصيل. دي الحاجات دي مهمة قوي في الدور ده قوي. النوم المستقر والعميق. وبمناسبة النوم هقول لكم حاجة مهمة قوي عن النوم في الدور ده. في ناس كتيرة قوي 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 ما بتعرفش تنام، ما بتعرفش تنام، اما لصعوبه التنفس اثناء النوم لو الشعب الهوائيه فيها غلق، يعني انها تبقى فيها ضيق قصدي، او للافرازات اللي بتكون موجوده في الزور وفي الانف وفي الحاجات دي كلها. طب نعمل ايه؟ ما ننامش؟ لا، ننام، بس لازم نعلي المرتبه. طب مش عارفين نعلي المرتبه، يعني لو انت بتنام على السرير لوحدك او طفلك يعني او كده، علي له المرتبه من ناحيه الراس، حطه تحت المنطقه دي، تحت المرتبه كده، كوفرتا متطبقه، ملايات متطبقه، بحيث انها تعلى، فيبقى ايه؟ تعلى زي ما بنقوله كده، ايه؟ اقل من 45 درجه شويه او 45 درجه، يبقى كانه نايم مايل كده. دي مهمه قوي 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 في الدور ده. طيب نفترض انك حضرتك مش بتنام لوحدك على السرير، زوجتك بتنام جنبك او خلاص، يعني مش بتنام لوحدك، فانت مش لازم بقى تعلي المرتبه. تقوم تعمل ايه انت بقى؟ تعلي المخده. المخدة لازم تعلى، تحط على المخدة بتاعتك مخدة تانية كده أصغر وبتاع، وتنام في الوضع ده. ده مهم قوي قوي. ليه؟ في ناس في الوضع التقليدي بتاع النوم العادي ده، سواء على الجنب اليمين أو الشمال أو الظهر أو أي وضع، ما بيعرفوش يناموا في الدور ده فعلا، وده غلط، لأن النوم علاج. النوم بيعلي المناعة. النوم العميق المستقر ده بيساعد على تصنيع كرات دم البيضة،
فخلي بالك انت لو ما عرفتش تنام او سهرت او سهرت نفسك او قلت انا مش عارف انام مناخيري مسدوده وبتاع حاجات كده، انت بعد الشر فتره المرض هتطول. لازم كمان تقليل التوتر. تمام؟ طيب هل ده بس كل الحاجات المهمه؟ لا، في على فكره في خلطه كده بتتباع عند العطار مهمه يعني، بس مش معنى كده ان هي علاج يعني، لا يعني اقصد ايه، في ناس بتحب تقول لك انا ايه ماليش في التيليو وماليش في مش عارف ايه في الكاموميل وبردقوش والحاجات اللي انت قلتها دي، في خلطه كده عند العطار، عند العطار ممكن تجيب ورق جوافه كويس قوي وهم بيعملوا خلطه. انا بتكلم على العطارين الشطار، انا عارف اللي انا بقوله ده، في ناس دلوقتي دكاتره يقول لك ازاي تقول الكلام، لا انا بقول، انا بقول الصح وبقول اللي يرضي ربنا فعلا، ان في خلطه عند العطار، عند العطارين الكويسين، مكونه من ورق جوافه وزعتر وشمر وينسون وحبه البركه، عند العطارين عارفينها كويس قوي، يقول لك دي الخلطه بتاعت الكحه، بيدوك كده كيس فيه الحاجات دي كلها، بتحطه في براد او في كنكه على ميه طبعا وبتغليه وبعدين بتصفيه وتشربه، دي بتفرق جدا جدا في الكحه وفي بقيه الاعراض. تمام؟ بس ما تحطوش عليها عسل. الله، معنى كده ان العسل مش مهم؟ العسل مهم جدا جدا جدا. اخر حاجتين مهمين في العلاج بقى الفعال قوي، العسل، وانا عارف ان في انواع عسل لا حصر لها، منها اللي بالاف الجنيهات، مش لازم اقول اسمائها يعني، انتوا اكيد عارفينها او بتاع، وفي انواع تانية والايه والجبلي ومش عارف ايه وبتاع. انا عايز اقول لكم ان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العسل في القران وقال ايه، شراب مختلف الوانه، يعني ربنا قال في القران ان انواع كتير، ده حتى في عسل لونه ابيض بيتعمل كده موجود في عمان. تمام كده؟ شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، الآية القرآنية بتقول كده، يعني العسل بشكل عام مفيد، ربنا ما خصص لناش نوع عسل معين. أنا بقول لكم المعلومة دي ليه؟ عشان في أنواع عسل بقول لكم بآلاف الجنيهات، خلاص؟ فأنت مش لازم تقول يعني هو عسل الموالح ده والبرسيم ومش اللي هو مرتبط بالزهور دي يعني، ده فيه ده مهم، العسل كله مفيد، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول. حبة البركة وزيت حبة البركة، في برضه في بيتباع زيت حبة البركة البكر، بس ده بيتاخد منه كميه قليله، يعني كميه قليله يعني ايه؟ يعني نقط، خمس نقط كده الصبح وخمس نقط بالليل، خلاص؟ اللي هو لو عارفين معلقه الشاي يعني عارفين نص معلقه الشاي، اقل من نص يعني ربع المعلقه، ده ما يوازي حوالي خمس نقط، زيت حبه البركه البكر، خلاص كده؟ هذا مع العلاج اللي يقرره الطبيب لحضرتك او لحضرتك او لطفلك او لمامتك او لحماتك او لوالدك او ها، كل ده هيبقى الحالة زي الفل إن شاء الله. خليكم معانا، أجيال لسه مكمل معاكم. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وبنكمل كلامنا عن الدور اللي ماشي، ربنا يا رب يعافي الجميع إن شاء الله. طيب اتكلمنا في حاجات كتيرة قوي، لسه في حاجات تانية؟ اه لسه في حاجات، ما هو الموضوع ايه، الموضوع دائري يعني، الموضوع مش بداية ووسط وذروة ونهاية، لا الموضوع عامل زي الدايرة كده، بنتلاقي بنتكلم حاجة وبعدين نرجع لحاجة تانية وممكن نتكلم في حاجة اتكلمنا فيها من شوية. فعايز اقول لكم دلوقتي ان في حالات لازم تروح مستشفى، مش بقى مش احنا قلنا الدور ده اول ما يجي اعراض وحراره وبتاع حاجات كده بنروح للدكتور على طول، وقلنا اطفال بنروح لدكتور الاطفال، خلاص كبار يعني كبار مش اطفال يعني شباب بقى مراهقين كده شباب وبنات صغيرين كبار سن بتاع لازم نروح لدكتور، وقلنا التخصص دكتور امراض صدريه. طيب في حالات بقى لازم نروح مستشفى، نروح المستشفى على طول، مش نروح للدكتور، لا بنروح المستشفى، بنروح الطوارئ. الله، ايه الحالات دي لا قدر الله؟ لو الأطفال كان عندهم حرارة عالية ممكن تبقى معدية 39 ومع الحرارة دي ترجيع وكح، لا ده أمر طارئ، ده ما ينفعش أستنى النهاردة الأربع، فكلمت كلمنا عيادة الدكتور فقال إيه، آه هو الدكتور سبت واثنين واربع بس هو معتذر النهاردة، أو هو الدكتور اللي بنروح له معاده حد وتلات وما بيشتغلش الخميس أصله هو في عيادة مش عارف، لا ما ينفعش. طفل عنده حرارة فوق 39، عنده كحة، عنده ترجيع، خلاص لازم يروح بيه طوارئ مستشفى على طول، لأن التعامل هناك معاه بيكون جيد جدا وسهل وسريع وفعال ومؤثر قوي قوي قوي. ومش لازم الطفل على فكرة وهو في الطوارئ يتعلق له، هو في كل الأحوال بيتعلق له محاليل،
بس مش لازم قصدي المحاليل دي تكون مضادات حيوية خالص، ممكن تبقى حاجات ضد الترجيع، ممكن تبقى حاجات تانية سوائل مهمة للجسم، مخفضات للحرارة طبعا. خلاص دي ده وضع مهم جدا. يبقى أول حاد لازم نروح المستشفى مش نروح للدكتور، أطفال حرارتهم عالية 39 فأكثر مع الحرارة دي في ترجيع وأعراض أخرى. طيب مين تاني يروح مستشفى؟ كبار سن. وإحنا لما بنقول هنا كبار سن بنتكلم على كبار سن كبار المقام، يعني كبار الغلاوة مش كبار السن، يعني دي حاجة وحشة. فإحنا بنتكلم على 65 فما فوق. تمام؟ تمام كده؟ طيب بنروح إمتى نروح مستشفى؟ لو في حرارة عالية وأصبح هناك اختلاف في درجة الوعي. اختلاف في درجة الوعي يعني مش لازم بعد الشهر زي ما يقولوا إيه ده هو بيهزي أو بيخر، لا، اختلاف في درجة الوعي يعني ممكن يبقى مش عارف النهاردة إيه، أو فجأة كده تلاقي المريض الأب ولا حاجة يقول لك إيه هو أنت رجعت من بره إمتى؟ أنت فاهم قصدي؟ وأنت تقول له يا بابا أنا ما نزلتش قصدي، أنت فاهم قصدي؟ اختلاف في درجة الوعي، حتى لو اختلاف طفيف مع حرارة مع سن 65 فما فوق، يلا طبعا مع الأعراض دي التانية دي هوب لازم نروح طوارئ على طول لمستشفى. تمام؟ دي نقطة مهمة قوي. قلت لكم برضو من شوية إن المضادات الحيوية بتختلف، فما ينفعش حد ياخد، ما ينفعش حد يقول إيه؟ أصل أنا هاخد المضاد الحيوي اللي صديقي فلان أخده، أصل ده بياخد 3 أيام بس، أصل في أنواع تانية الدكتور كاتب لي مضاد حيوي بياخد أسبوعين 14 يوم، في مضاد بياخد 7 أيام، يا عم خد الدواء اللي الدكتور كتبه لك الله يكرمك. تمام؟ آسف. كمان قلنا إن في أهمية الأدوية الحساسية. دي مهمة قوي في الدور ده بقى، مهمة قوي في الدور ده. أدوية الحساسية. وأدوية الحساسية زي ما حضراتكم أكيد عارفين كانت زمان في أنواع وما زالت موجودة، أنواع كلاسيكية كده اللي كانت بتنيم. في أنواع تانية أكثر حداثة يعني أو حديثة أكتر ما بقتش تنيم. الموضوع الحقيقة بقى هنا ملوش علاقة هي بتنيم ولا بتنيمش، لأن ده الصفة دي مهمة بس في السواقة. يعني كان يقولك إيه ما تاخدش دواء الحساسية ده وأنت سايق، أو ما تاخدش أدوية الكحة دي وأنت سايق عشان بتبقى بتنيم شوية وممكن يكبس عليك النوم. لا، إحنا عايزين الفاعلية، فخليك مع الدكتور. في أدوية حساسية، وعلى فكرة أغلب أدوية الحساسية بتتاخد مرة واحدة مساء، القوية بتتاخد مرة واحدة بس بالليل. في أدوية مشهورة جدا جدا بتتاخد مرة واحدة، وفي دواء كمان فعال قوي بيتحط على اللسان كمان من أدوية الحساسية على فكرة. تمام كده؟ دي حاجة مهمة قوي، بس دي مهمة قوي أدوية الحساسية في الدور ده، مهمة قوي مع أدوية الكحة، ومهمة قوي مع المضاد الحيوي، ومهمة قوي مع لو كان في خوافض حرارة وهكذا. وأدوية الحساسية مختلفة عن أدوية الأنف، يعني ممكن يبقى في بخاخات للأنف كده، ده موضوع تاني، دي حساسية الأنف. احنا بنتكلم عن حساسية بشكل عام اللي هي اسمها مضادات الهستامين. مضادات الهستامين دي بالبلدي كده هي اللي بتمنع إفراز البلغم بعد كده، هي اللي بتعالج الموضوع ده الوحش ده. خلاص كده، اللي بيطلع في الكحة واللي بيطلع في الأنف وهكذا. طيب بمناسبة البلغم بقى، أنا آسف عفوا في الكلمة يعني أو الإفرازات دي، يعني طبيعة الإفرازات بتاعت البلغم دي بتاعت الزور دي هتلاقوها في الدور برضو ده مختلفة شوية، ودي معلومة أحب أن أقولها لكم أبشركم بيها. يعني في الأول اللي عندهم كحة هتلاقي الكحة دي مش جافة، لازم هيبقى فيها بلغم، لكن في الأول هتلاحظوا أن البلغم ده كميته قليلة قوي ولازق في الزور، يعني ما بيطلعش كده، بيطلع بعد كمية من الكحة. الكحة اللي هي الواحد كده زي ما بيقولوا بينتع كده، بيقعد يكح 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 يكح، وفي الآخر بقى اللي يطلع ده اللي يتنطر ده في المنديل طبعا، او في يعني اذا كنت قدام حوض او كده بتبقى كميته صغيره قوي. خلوا بالكم المعلومه دي. مع اخذ العلاج ومرور الايام وبدايه التحسن، قلنا الكحه مستمره شويه، حدتها بتقل بس مستمره، هتلاحظوا تغير نوعي في البلغم ده. ايه بقى التغير؟ هتلاقوه بيطلع بسهوله. خلاص، حتى أهالينا الكبار يا رب يخليهم ويجازيهم عنا كل خير، الناس كبار دول ما سابوش حاجة، ما سابوش حاجة بره الطب ما تكلموش فيها، وعبروا عنها بعبقرية الحقيقة. الناس الكبار يقول لك إيه الحمد لله، كنت تلاقي مثلا وإحنا عانين كده وإحنا صغيرين، فتلاقي أهالينا اللي عايشين ربنا يديهم العمر، واللي توفوا ربنا يرحمهم يا رب ويرزقهم الجنة، تبص تلاقي كده وإنت بتكح يقول لك إيه الحمد لله الكحة ابتدت تطرى. تسمعوا الكلمة دي أنتوا صح؟ يقول لك الكحة طريت خلاص، يبقى انت قربت تخف.
كحة طريت. يعني ايه كحة طريت؟ كحة طريت يعني طبيعة البلغم، طبيعة الإفراز ده اتغيرت، ما بقتش لازقة في الزور، بقت تطلع بسهولة، بقت تطلع يا دوبك كحة واحدة كده بتاع، وكميتها زادت. فخلوا بالكوا ان دي علامة تحسن، بعد كده هتختفي بقى خالص ان شاء الله، بس دي من علامات التحسن. بمناسبة برضو الحكاية دي عايز اقول لكم معلومة مهمة قوي عن البخاخات، مش كتير يعرفوها المعلومة دي. البخاخات مش كتير خالص يعرفوها، دي معلومة مهمة قوي، لان في ناس يعني عايز اقول لكم عايشين على البخاخات دي. اي بخاخة فيها كورتيزون، اي بخاخة فيها كورتيزون مش وحشة، ده علاج فعال جدا، لازم لما تاخدها، اصل في بخاخات بتبخ انت يعني بتبخ كده مع الاستنشاق، وفي بخاخات طالعه تانية ان انت بتشفط، يعني انت بتشفط ما بتدوسش على حاجه، انت بتشفط كده يعني زي ما اكون هي ليها يعني زي خرمين كده، انت بتحط بقك وزي ما اكون بتستنشق حاجه ببقك. اي بخاخه فيها كورتيزون حتى لو جرعه الدواء بتاعت الكورتيزون دي بالمايكروجرام، بالمايكروجرام اهو تمام، لازم تعمل تتغرغر بعديها، تتمضمض بالمية. دي نقطة مهمة جدا جدا. أي بخاخة فيها كورتيزون مهما كان درجة تركيزه، تروح جايب كوباية كده وتاخد بق مية وتتغرغر، تروح مرجع راسك لورا وتجيب المية كده ما تبلعهاش يمين وشمال وتتغرغر بيها في زورك، بالتالي كل الناس عارفة تتغرغر دي تمام، مرة ومرة كمان كده أنت زي الفل. بلاش ناخد بخاخات من غير ما نعمل هذا الإجراء، بخاخات اللي فيها الايه؟ اللي فيها الكورتيزون. كمان في أهمية جديدة للتهوية، تهوية المكان اللي انت قاعد فيه ودخول الشمس والتعرض للشمس. يعني لو لقيت كده في شمس داخلة عندك في شباك كده بيجي له حتة شمس، هات الكرسي وقعد في الشمس. الشمس دي علاج، الشمس دي علاج في الحالة اللي زي دي خلاص. هوا مش هوا جامد يعني، مش طيارات هوا، مش واخد دش انت وخارج تقعد في الهوا، بس لو في نسمة هوا جدد هوا الغرفة وجدد هوا البيت، افتح الشبابيك، الهوا ده مهم قوي قوي قوي. هنطلع لفاصل ونرجع للجزء الاخير من حلقتنا، خليكم معنا. ورجعنا لحضراتكم في الجزء الاخير من حلقتنا النهاردة. خلوا بالكوا الدور ده وحش، بس ربنا سبحانه وتعالى ما بيعملناش حاجة وحشة، الدور ده حلو انه هيدينا مناعة، الحلو هيخف علينا قوي وهيكون خفيف وهيعدي علينا ان شاء الله خفيف. ناخد بس بالاسباب، نروح للدكتور، ناخد العلاج، نلتزم بيه. في بواقي كده زي ما قلنا الكحه بتفضل شويه بس هتخف، بيفضل في تكسير الجسم، ومن اكتر الحاجات بقى اللي بتفضل شويه من اكتر الحاجات وجع العضلات، وجع العضلات ووجع الظهر. فخلوا بالكم لان الكحه اي مره احنا بنكح فيها بعد الشر سواء احنا او اطفالنا، الكحة دي ممكن تأثر على العين، فخلوا بالكوا قوي من الحكاية دي. الكحة دي ممكن تأثر على الظهر خلاص، على الفقرات، ممكن تأثر بالتأكيد بتأثر على عضلات البطن، هتاخد وقتها خلاص وهتخف كل الحاجات دي. استمرار ألم عضلات البطن بيفضل بسبب اللي الناس بتطول معاهم الكحة شوية. طبعا كمان ممكن تلاقوا في الدور ده شوية بيحصل انسداد في الأذن، بس دي هتخف لوحدها. وكل الناس ربنا يعافي الجميع اللي عاملين عمليات جراحية يخلوا بالهم لو جالهم الدور ده، لان في انا في صديق ليا يعني اكتر من اخ كان عامل عملية جراحية، عملية فتق يعني اللي هي عملية جراحية، ربنا يعافيه يا رب ويتم شفاء، وجاله الدور ده، فبقى يا عيني في معضلة بقى ان هي الغرز الجراحية دي اصلا ضعيف، يعني مش مفروض نعمل خالص معاها لا حزق يعني، لا يبقى عندنا امساك ولا يبقى عندنا كحة، فكان لازم بقى ياخد ادوية كحة وياخد الحاجات اللي قلنا عليها المسموحة دي، السوائل الجميلة زي التيلي والكاموميل والبردقوش وورق الجوافة واليانسون، وياخد عسل وياخد زيت حبة البركة وياخد خلطة الكحة بتاعت العطار دي، حلوة لو العطار مصدر جيد كمان ونضيف خلاص، دي حاجة مهمة جدا جدا خلاص. ليه؟ لان العمليات الجراحية دي ممنوع ان احنا نسيب نفسنا في الكحة. الناس اللي عندهم حساسية انف يلتزموا برضو بالبخاخات بتاعت الأنف علشان يقدروا يتنفسوا بشكل كويس. وخلوا بالكوا برضو من حاجة عملية شوية، انه الأعشاب الكتير ممكن تلاقوا زيادة في مرات الإخراج، مش إسهال بس هتلاقوا ان عدد مرات دخول التواليت او دخول الإخراج يعني الخروج يعني عمليات الإخراج تبرز يعني هتلاقوا زادت شوية نتيجة شرب الأعشاب الكتيرة. خلوا بالكوا ان الفيروس ده او الحالة دي في نوع من الانواع الفيروسات بيخدعنا، يعني بيهيئ لينا ان هو ان احنا خفينا،
ففجأة كده تحس، مش خفيت كامل بس تحس الأعراض حدتها راح، فتقوم انت حضرتك بقى ايه تقول ايه، او لو ابنك او بنتك لا قدر الله العينين خلاص بقى نوديهم مدرسة نوديهم حضانة. لا، بعد انتهاء الأعراض لازم تاخد فترة كده، خصوصا الأطفال وكبار السن، تاخد فترة راحة سلبية. يعني ابنك او بنتك كان عيان خف، لازم ياخد من 2 إلى 3 أيام أجازة، أجازة كده رغم انه مفيش أعراض، رغم انه مفيش أعراض. خلوا بالكوا برضو ان خوافض الحرارة خلاص تتاخد عند، لو في عندهم حرارة للأطفال خلاص فوق 37.3 فأكثر، ياخدوا خوافض حرارة بس ما عندهمش أي أعراض تانية، ياخدوا خوافض حرارة كل 4 ساعات لمدة 48 ساعة. تمام كده؟ خوافض الحرارة اللي حضرتكوا عارفينه. خلوا بالكوا برضو إن خوافض الحرارة بتاعت الأطفال ما بتشتغلش لو درجة حرارتهم فوق ال 38، وفي بعض المدارس الطبية يقول لك فوق ال 38 ونص. الله، أمال نعمل إيه؟ بنديهم دش أو بنعمل لهم كمادات، الحرارة تنزل بسرعة كده شوية، نقوم نديهم الدواء. لأنك لما تدي الدواء ودرجة حرارة الطفل 38 فأكثر، الدواء الخافض الحرارة ده مش هيشتغل. خلوا بالكوا قوي من الموضوع ده. خلاص؟ آخر حاجتين عايز أقولهم لحضراتكم، إنه اللي يجي لهم الدور ده وعندهم بقايا أعراض ما ياخدوش تطعيم الأنفلونزا، ممنوع. ونصيحة يعني، اللي خد الدور ده تقيل وخف منه ما ياخدش تطعيم الأنفلونزا خالص، لأنه خلاص هو عنده مناعة إن شاء الله، مناعة قوية هتكفيك كام شهر بتوع الشتاء. انما مفيش نقص، في ناس يقول لك ايه انا لما متعود اخد تطعيم الانفلونزا في شهر 11 في اخر 10 وفي شهر 11 لازم اخده، فانا دلوقتي بقيت كويس. اوعوا تاخدوا تطعيم الانفلونزا وانتوا عندكم بقايا من الاعراض، اوعوا تعملوا كده. اخيرا نخلي بالنا بقى من الحساسيه الشديده، هتلاقوا نفسكم حساسين جدا تجاه روائح معينه، خصوصا الناس اللي كان عندها بقى مشكله في الشعب كمان. الشعب دي تعرفوا المشكله ازاي؟ انك لما تيجي تنام تسمع صوت صفافير كده مع النفس، سواء مع الشهيق او مع الزفير، وتبقى واضحه اكتر مع الزفير ومع خروج النفس. يعني هتلاقي صوت كده زي صفافير كده وبتمنع التنفس وبتبقى مزعجه جدا. الناس دول اللي ان شاء الله ربنا يعافيهم ويعافينا جميعا يا رب ويخفوا، يخلوا بالهم قوي انه هيبقوا حساسين جدا تجاه روائح معينه. زي ايه؟ زي روائح الأدخنة، زي الأتربة، زي الروائح بشكل عام، زي الحرق بتاع قش الرز ده. نفسي الناس اللي بيحرقوا قش الرز دول، أنا سمعت إن في مشاريع كتيرة اتعملت وقالوا هيستخدموا الحاجات دي بدل ما يحرقوها، مش عارف ليه ما بتطبقش. ليه برضو في حرق القش الرز ده؟ أنا مش عارف. الفترة اللي فاتت دي كانت مليانة. وأقول لكم بقى على حاجة تانية أختم بيها كلامي، مناجدة ورجاء لكل السكان في كل العمارات في كل حتة في الدنيا. خلاص؟ بلاش حكاية مسح السلالم بالكلور، وأحيانا بيجيبوا مادة كده كاوية مش عايز أقول اسمها يعني، بس هي عبارة عن مية نار وبيحطوهم على بعض. أولا الشخص اللي بيمسح ده خلاص، سواء كان حارس العمارة أو كان هو الشخص نفسه الساكن، خلاص أرجوكوا بلاش الحكاية دي. الحكاية دي يا جماعة ألف بعد الشر، الحكاية دي بعد الشر بعد الشر، الحكاية دي ممكن تموت. في ناس دخلت الرعاية المركزة بسبب سوائل النظافة وتحديدا الكلور، وانا بقول لكم الكلور ومادة تانية حضراتكم هتلاقوا عارفين. في ناس يقول لك انا مش كلور بس، ده انا بخلي الناس يحطوا مش عارف ايه عشان السلم ومش عارف. يا جماعة افتكروا كده، اهالينا زمان وجدودنا كانوا زي الفل والحياة زي الفل، ولا كان في كلور ولا كان في الكلام ده، كان بيمسحوا بالمية واحيانا بالمية والصابون وبيبقى الدنيا زي الفل. الحاجات دي يا جماعة بتطلع أبخرة شديدة الخطورة على الصدر، بتضر اللي بيمسح يا عيني، لو هو حارس ولا هو شخص يعني المفروض ان دي من ضمن مهام وظيفته، او بتضر الناس اصحاب البيت. يعني تلاقي ناس مثلا حد بيجي يساعدهم في البيت ينظف، او اصحاب البيت نفسهم سيدة المنزل نفسها بتنظف، ما تنظفوش بهذه المواد الخطيرة، اوعوا تعملوا كده.